ميشيل دازاكريان طبعا يبدا بمارك بيزو في حراسة. الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الفرنسي. في المركز اللاعب الدولي الجزائري الرائع وماما بالدي أيضا أوغبو. والبداية هنا لأحداث شوط المباراة الأول بالنسبة لفريق تروا. هنا محاولة كرة إلى منطقة الجراون عالية للأمام، محاولة للوصول لكن أيضا كرة خطيرة أمام منطقة الجزاء، تغطية بعد ذلك موجودة سيكون ما بينها في الفترة الخامسة الآن من شوط المباراة الأول. كرة ترسل عرضية لمدير بوسط الملعب، لمسة للأمام من الأسماء، هذا هو يوسف، تمريرة ممتازة لبلايلي خطيرة داخل المنطقة، فرصة فعلها بريست، فعلها مارتن. البلايلي إذن يصنع في نص الملعب، تروى يبحث عن العودة، من يتواجد في المركز عن طريق البلايلي ممتازة للأمام لكن أيضا فلوريان، عرضية لمنطقة الجزاء، مرور رائع، تقدم للأمام وبعد ذلك كرة في محاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء من جديد البلايلي يوسف، محاولة للأمام، الكرة من جديد في نص الملعب، تمرير، المرور رائع من جانب جابرييل، بير جابرييل هذا الرامي، محاولة للتقدم، كرة عرضية ملعوبة إلى منطقة بريست، عطى مرة أخرى في المنتصف هذه المحاولة، الدفاع فريق بريست يضغط في الهجوم، هذه كرة قوية تأتي وهي الكرة بل كانت عن طريق 27 هو في وسط الملعب، سانتيتيان صاحب المركز الأخير يلعب مع إلى أقصى جهة اليسار في هذه اللحظة، خلال اللقطة الماضية محاولة عرضية ترسل، ما زالت قائمة، عرضية خطيرة، فرصة من خلال اللقطة الماضية، فرصة موجودة متاحة الآن، تسديدة تأتي محاولة فرصة داخل منطقة الجزاء، عرضية، العرضية لن تلعب، بعيدة بعيدة بعيدة، مرة أخرى سريعة هجمة داخل منطقة الجزاء، عرضية والهدف الثاني، جول جول هو سيليستي الأوغوياني، مارتن ساتريانو يسجل هدف ثاني لبريست. هنا يبدو لي هناك تغيير في وسط الملعب، أولا فرصة الآن، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، البلايلي يتقدم، البلايلي يحاول تغطية موجود وسط الملعب، انطلاقة خطيرة هذه المحاولة، فرصة للأمام براسري، نعم هنا كرة تغطية موجودة وكرة تعود مرتدة الآن سريعة في وسط الملعب، بعد ذلك فيها مرور فيها خطأ، ترسل كرة عرضية لمنطقة الجزاء، تسديدة تأتي من أجل البلايلي، مر يعدي يدخل منطقة الجزاء، فرصة الآن، فرصة الآن، ولكن هناك حالة تسلل، حالة تسلل موجودة، مرتدة الآن البلايلي، البلايلي بعد عملية الشد في هذه الأثناء، الكرة فيها محاولة
الرابعة ما بعد الأربعين، ونبقي أمالة في شوط المباراة الثاني. كرة تحاول فيها كوامي، وكرة عرضية خطيرة بالراس ولا نفيات، جول. عبرت يا رامي. ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول رامي؟ يقول تجاوزت، ولكن وطبعا تشكيلة الفريقين، كرة في الجهة اليمنى، كرة في محاولة انطلاقة على الأقل العودة بنقطة، عدم الخسارة تجنبها في طويلة للأمام، لكن هناك التغطية موجودة من جانب الدفاع في المنتصف. هذه المحاولة ممتازة، تصل إلى جهة اليسار عرضية لمنطقة، محاولة في الهجوم، يوسف البلايلي، البلايلي ينطلق، البلايلي الكرة العرضية لكنها ساهم جهة اليسرى عرضية الآن تأتي لمنطقة الجزاء. فرانكو نورات يسجل هدف ثالث يأتي لبريست في وسط الملعب. طلب الأولى في فرنسا، لأنه كانت هناك تجربة قصيرة مع فريق أونجيب. هنا محاولة لبلايلي، بلايلي محاولة في جهة اليسار إلى 31 نقطة، وقتا يحتل مكان أونجيب. يصل هجوم، تمريرة بينية، كرة ممتازة ذكية داخل منطقة الجزاء. قدم الفرنسية يعاني في هذا الموسم، وفي أندية ذو عراقة وذو سجل طبعا. كيلي، البلايلي يتقدم، البلايلي يحاول، البلايلي يبدو أنه سنودعها في هذا الموسم. عن الوصول حتى الآن، كرة عرضية يعجز عن الوصول في شوط اليسرى، كرات قصيرة متبادلة الآلي، مصلحة تروى داخل منطقة الجزاء عرضية. وليلعب مباراة الثانية طبعا على مستوى بطولة الدوري. كرة عرضية لمنطقة الجزاء، يوسف مباراة جيدة حتى الآن، ولا شك أن عرضية ملعوبة. هذه المواجهة، شوف البلايلي الآن بدأ يوسف النتيجة أي ردة فعل من جانب تروى، جرب طبعا عناصر فريق بريست خطيرة، خطأ، تدخل كان موجود. هذه فيها بطاقة صفر، يوسف البلايلي، سلامات يوسف البلايلي. الكعب جميلة، يحاول يوسف يرسلها عرضية نحو القائمة الثانية راسية، تأتي فرصة الرابع، خطيرة، فرصة الرابع، إنه الرابع.